كل الصحف والمواقع التواصل الاجتماعي عامل ضجة على موضوع بنزيما. مظبوط انه الزلم الحكم عليه بالحبس، بس ما انحبس وتقبر قلبي. انتو يا صفحات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لما تنزلوا شي شرحوا للمشاهد، مش تجيبوا مشاهدات من ورا ظهر العالم بلا شرح. مظبوط الواحد انه لما يجيب مشاهدات بينجح شوي شوي، بس حلو الواحد يجيب مشاهدات مع شرح، مش تنزلوا والله بنزيما الحكم عليه بالحبس. طب اشرحوا كلمة وقف التنفيذ، هيدي الكلمتين مش مين ما كان حيعرفها. وقف التنفيذ تقبر قلبي، لاعب كبير ولا مشهور ولا عنده واسطة مين ما كان ما بينحبس مثل بنزيما. عنده بظهره بيريز وعنده جيش كبير، مستحيل مستحيل ينحبس كريم بنزيما. فهموا بقى، اقسم بالله بتفوت على مواقع التواصل الاجتماعي بتلاقي الكومنتات العالم بنزيما الحبس، اخترب بيتنا، الحكومة راح، لكن الحكومة هو اللي بيحبسك.